السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي كويزين تيما. اليوم غادي نقدم لكم لي كاب كيك تيغري معمرين بلا كونفيتور، كيجيو زوينين، كيجيو رائعين و هشاش مفشفشين. انتما كتشوفوا في الصور كيفاش كيجي المنظر ديالهم. وبغيت نقول لكم ما تنساوش ضغطوا على زر لايك وشاركوا معايا في القناة، فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد ان شاء الله ديال القناة. واي اقتراح لاي وصفة حبيتوا انني ندوزها في القناة ديالي خليوها لي في التعليقات او في المجموعة ديال شاف بيتك مع كويزين تيما، وان شاء الله ندرجها لكم في القناة عما قريب ان شاء الله. ندوزوا دابا على بركة الله المقادير. غادي نحتاجو فيها غادي نحتاجو فيها على بركة الله عفوا 3 ديال البيضات، عندي 160 مليلتر ديال الحليب او ما يعادل كاس ديال العنبة عامر، راه عبرت انا بالكاس ديال العنبة وكويته هنايا عمرته حتى الفم، يعني 160 مليلتر ديال الحليب او ما يعادل كاس ديال العنبة عامر. عندي 160 مليلتر ديال الزيت حتى هي كاس ديال العنبة عامر كيف كتشوفوا. عندي 130 غرام ديال السكر سنيدة، والسكر كيبقى على حسب الذوق. عندي هنايا جوج خمارات ما يعادل 16 غرام، وعندي ساشي ديال الفاني، عندي دقيق على حسب الخليط، وعندي هنايا الكاكاو الحلو والمر باش غادي ندير هذوك اللوينات اللي غادي يكونوا عندي باش غادي نعطي داك الشكل تيغري للكاب كيك ديالي. وطبعا مربى البرتقال لانني غنعمرهم، من الاحسن نديروا النوعات ديال اللي كناكلو في الدار اللي كيكون ثقيل، حيت هذاك الخفيف اللي خاص بالحلويات كيهبط كيجي القاع وما كيبقاش شادينه في الوسط. ندوزو دابا على بركه الله طريقه التحضير. بسم الله، كندير واحد القريصه ديال الملح، ندير البيض ديالي، غادي نزيد عليه سكر سنيدة، نزيد الكيس ديال الفاني، ونطرب المكونات كلها. بسم الله، دابا غادي نزيد هذاك الكاس ديالي ديال الحليب، وغنزيد الكاس ديال الزيت، ونستمر في التطراب. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق ديالي بالتدريج، غندير واحد 3 حتى 4 المعالق، وغادي ندير فوق منهم هذيك الخمارات ديالي ديال الحلوى. خميرة الحلوى كتعطي النكهه ديالها ملي كدار فوق الدقيق، ما كتبغيش تجيب فوق السنيده لان السنيده كتخسر النكهه ديال خميرة الحلوى. نعاود عليها معلقه ديال الدقيق، ونستمر في التطراب. كنبقى كنزيد الدقيق تدريجيا، وانا حتى كنحصل على داك القوام ديال الكيك ما يكونش ثقيل بزاف، خاص يكون شويه خفيف. غنبقى كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنطرب. هانتوما كيف كتشوفوا طات لي تقريبا قياس واحد معلقه كبيره ونص ديال الدقيق مع ديك الزلافه اللي درت، يعني الدقيق كيبقى لكم على حسب الخليط، المهم ما يكونش ثقيل بزاف. هذا هو القوام ديالو، هانتوما كيفاش كتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالو. غادي ناخذ جوج زلافات وغادي نعزل في كل زلافه واحد 3 حتى 4 المعالق ديال هذا الخليط اللي عندي،
بهذا الشكل. علاش كتزعم؟ سالينا بعدا باش نقولو تخرجو من الفران. كتزعم دابا هاد الجوج ديال هاد الخليط بجوج اللي عزلت هنايا، كل واحد غادي نزيد ليه كاكاو، هذا غادي نزيد ليه كاكاو مر تقريبا عندي معلقه صغيره، نخلط حتى نشوف الدوغري ديال الكحوليه اللي انا بغيت الخليط ديالي يعني درجه السواد. صافي تقريبا خدا مني معلقه كبيره ما عامراش بس حصلت على هاد درجه السواد اللي كتشوفوا. غادي ندوز دابا نزيد لهادي حتى هي وكذلك نفس الكميه. وغادي نخلط، هذا خاصو يكون بني وهذا يكون اسود. اسود اسود هذا كنوضع على الدرجة ونعمر هادو في بلاستيك غدا ونطلاقا. هانتوما كيفاش كتشوفوا عمرتهم في بلاستيكات وغادي ندير فيهم تقيبة صغيرة الوقت اللي غادي نبدا نخدم بهم. دابا غادي نعمر الكاكات ديالي الكاب كيك ديالي ونحشيه بمربى ديال المشمش. غادي نشد كل وحدة غادي ندير فيها بسم الله. انا نستعين بهادي، تقدروا ديروا بوش ولا ديروا بمعلقة. كندير كل خليط وحدة وحدة، غادي ندير معلقه ديال لا كونفيتور، غادي نديرها وغنعاود نغطي عليها بالخليط ديال الكاب كيك. غنستمر فحال هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي ونتلاقاو باش نرسمو فوق منهم هذاك الشكل اللي بنمر. من بعد ما عملت القوالب ديالي دابا غادي ندوس باش نصيب. غادي ندير نقيطات، كنحاول ندير دوائر على هذا الشكل. ودابا كيف شفتوا من بعد ما كملت الخليط ديالي كله، دابا غادي نحاول ندور على هذوك الدوائر بهذا الخليط الاسود بهذا الشكل. غيجيو مفوتين شويه معليش حيت في الفران كلشي غادي يتقاد. هانتوما كتشوفو كيفاش كيجيو، راه ملي غيدخلو الفران غادي يزيد يتقاد المنيضر ديالهم. غنكمل فحال هكا ونتلاقاو باش تشوفوا كيفاش درت ليهم. ها انتما كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. غادي ندخلو دابا الفران عندي مسخن على 180 درجه ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما يطيبوا ان شاء الله. لي كاب كيك ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران راه باقي مسخن، ها انتما كتشوفوا كيفاش كيجيو وكيجيو عاليين وقوبين، كيجيو الصراحه زوينين. غادي نخليهم حتى يبردوا، غادي نابيهم بالناباج ونخليهم حتى يبردوا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. اللي ما بغاش يديرهم فهذيك الطريقه اللي درت انا، هادي الخليط اللي كنشاطيه اللي كنت كندير به هاد النقاطي ديال النمر، هاد الخليط اللي شاطليه هو صايبت به هادو. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات دايره. نكمل دابا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. غادي نجيب واحد شويه ديال الناباج وبانسو، غادي نبدا كنلاقيهم هكا من الفوق.
لي كابكيك ديالنا من بعد ما بردو هانتوما كتشوفو كيفاش كيجيو، كيجيو قوبين وكيجيو زوينين ولداد. كنتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وتدعموني بالتعليقات ديالكم. كيجيو بصراحة لداد وزوينين، كنصحكم أنكم تجربوهم. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وضغطوا على زر لايك إذا عجبتكم الفيديو، وتبارطاجيو الوصفة مع الأصدقاء ديالكم. والسلام عليكم.